إعلان واشنطن عن تحالف إسرائيلي إماراتي ضد إيران، طهران تبدأ مناورات عسكرية في بحر عمان وتتوعد برد يتجاوز منطقة الشرق الأوسط في حال صدر أي خطأ من دولة عدو. والرئيس الفرنسي يدعو الدول الأوروبية للتصدي لتركيا، وأثينا تطالب أوروبا بفرض عقوبات على أنقرة، والأخيرة تصف التصريحات بالوقحة وبأنها تنم عن فكر استعماري. في ملفنا الأول، بالتزامن مع قرب إسرائيل والإمارات التوقيع على معاهدة السلام، وبعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإمارات وإسرائيل شكلتا تحالفا ضد إيران، أطلقت طهران مناورات عسكرية في منطقة بحر عمان، مناورات اختبرت فيها الجمهورية الإسلامية جملة من الأسلحة والصواريخ المختلفة، محذرة الإمارات من أنها ستدخل في بنك الأهداف أهداف قواتها المسلحة في حال اقترفت أي خطأ. القيادة الإماراتية وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعت إلى حل سلمي يستند إلى مبدأ حسن الجوار، لكن طهران على لسان مسؤوليها تؤكد أيضا أنها لن تسمح بأن تمنح المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية أي موطئ قدم لإسرائيل قرب حدودها، مهددة في الوقت ذاته بزيادة دعم حلفائها في الشرق الأوسط ردا على التحالف الإماراتي الإسرائيلي. إذن فهل المناورات الإيرانية رسالة إلى كل من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة على قدرة طهران بالرد على أي تهديد يستهدفها، أم أنه استعراض عضلات ليس إلا؟ ولماذا يقلق التعاون الإماراتي الإسرائيلي طهران أو يقلقها على الرغم من التواجد العسكري الأمريكي في الإمارات والخليج منذ عقود؟ لنتابع في هذا التقرير. مناورات عسكرية مسلحة شهدتها السواحل الإيرانية لمختلف القوات حملت اسم ذو الفقار 99، في محذرات إيران السفن الأجنبية والطائرات من الاقتراب من المنطقة التي تجري فيها المناورات، المنتظر أن تستمر 3 أيام وستغطي مساحة 2 مليون كيلومتر مربع. المتحدث باسم المناورة أكد مشاركة عدد من السفن والغواصات إلى جانب طائرات وقوات راجلة في المناورات، بالإضافة لمنظومات رادارية وصاروخية، وإن المناورات تأتي لتحسين الاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية وأي غزو محتمل. اليوم كأول يوم من تمريننا أجرينا عمليات برمائية معقدة، تسلل مشاة البحرية والكوماندوز من القوات البحرية والبرية على المستويات الجوفية والسطحية والجوية باستخدام معدات محلية صنعتها وزارة الدفاع ومراكزنا العلمية الصناعية بالداخل. لقد هاجموا الأهداف المحددة وحققنا كل أهدافنا حتى الآن بفضل الله. المناورات المذكورة تأتي وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة، فيما تخشى إيران اندلاع صراع عسكري في المنطقة على ضوء التوتر المستمر بعد سعي الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران. وتشهد منطقة مضيق هرمز استفزازات متبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي من خلال الاقتراب المقصود من القطع البحرية المدنية والعسكرية التابعة للطرفين. كان آخرها إطلاق الحرس الثوري الإيراني صاروخاً من طائرات هليكوبتر استهدفت نسخة طبق الأصل من حاملة طائرات أمريكية. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور حسن مرهش خبير شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك دكتور حسن. ومعنا أيضا من واشنطن دكتور نصير عمري محلل سياسي، أهلا بك دكتور نصير. ومعنا أيضا من الرياض دكتور محمد بن صالح الحربي متخصص في دراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، أهلا بك من الرياض. وأبدأ النقاش معك دكتور محمد. إذا إيران تحذر من رد عسكري لربما يتجاوز أو هي تحذر من رد عسكري يتجاوز الشرق الأوسط، وتحذر أيضا الإمارات بدخول بنك أهدافها، ورئيس الروحاني يندد بما استمعنا إليه اليوم بما أسماه التعاون الصهيوني العربي الإسرائيلي في المنطقة. كيف تقرأ الدول الخليجية كل هذه التصريحات والمناورات الإيرانية بالتحديد؟ مساك الله بالخير ولضيوفك الكرام. هي المناورات هذه ليس أول مناورات، هذه سياسة إيران اللي هي سياسة الهروب إلى الأمام. هذه المناورات اللي يد الفقار ستشمل حتى الإيرانيين يريدون أن يوصلون رسائل عدة، شاركوا فيها غواصة
وشاركوا فيها مسيرة جديدة لأول مرة، ولكن ما زلنا نقول أنه هذه حرب دعائية مستمرة. سبق لهم أن أجروا مناورات في مضيق هرمز أو ما بعد مضيق هرمز المحيط الهندي 28 يوليو الماضي بمشاركة روسيا والصين، مع قرب الانتخابات الأمريكية 2020 اللي هو نوفمبر 2020. سنشهد، لا نستطيع أن نقول أنه توترات، لكن نستطيع أن نوصفه بالعرض العسكري السياسي في هذه المرحلة، واللي هي المرحلة تعتبر مرحلة تجميد. في هذه المرحلة الكل يترقب المشهد حتى انتخابات 2030، فهي ما هي إلا رسالة لإبقاء زخم ثورتهم. نعم. لمواكبة الأحداث، توازن ردع، وسميها ما شئت. نعم، ابقى معنا أستاذ محمد لو سمحت. دكتور حسن، يعني أيضا إيران لم تتوقف عن التهديد والوعيد بعد الإعلان عن تطبيع الإسرائيلي الإماراتي، وتصب تصريحاتها أكثر على دولة الإمارات. هل فعلا إيران تشعر ربما بخيانة إماراتية بعد أشهر من تحسن ملحوظ على العلاقات بين إيران وأيضا بين الإمارات؟ الجميع يعلم بأن هناك كانت علاقات ليست يعني بالسيئة بينهما. يعني ما حصل، هي إيران ليست الوحيدة التي تعد الإمارات أو تنسب الخيانة إلى الإمارات، ولكن هناك الدول الكثيرة في المنطقة يعني تشعر فيما تشعره إيران، وخاصة أنه بعد تصريحات بومبيو بأنه هناك حلف إماراتي إسرائيلي للتصدي إلى إيران، والآن بات الإسرائيلي على مسافة 15 كيلومتر فقط من الحدود الإيرانية، ولابد أن تكون هناك رسائل. وهذه ليست جديدة على فكرة، أنه إيران يعني بالماضي فعلت نفس التدريبات في مضيق هرمز عندما كانت العقوبات تفرض عليها العقوبات الأمريكية، وهدد بإغلاق المضيق إذا كانت يعني. لكن دكتور حسن، طبيعة التصريحات لم نعهدها من قبل بين طهران والإمارات. في الأمس أنور قرقاش أيضا في مجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية كانت لهجته حادة تجاه إيران. نعم، الموضوع الآن هو ليس فقط يعني بالحديث أو بالكلام، الآن ما قامت فيه إيران هي رسائل واضحة، رسائل واضحة للأمريكي ولحلفائه في المنطقة أنه بات الخطر يداهم إيران على مسافة 15 كيلومتر. عرضت اليوم جميع أنواع أسلحتها مما فيها الغواصات وسلاح الطيران والبحرية والسفن البحرية وغيرها، وما تمتلكه من أسلحة، وكلها صناعة إيرانية دقيقة. وقد أسقطت إيران في الماضي طائرة تجسس متطورة أمريكية في المنطقة، وهذا تحذير لمن يحاول أو تسوله نفسه المساس في الحدود الإيرانية أو الأجواء الإيرانية أو المياه الإقليمية الإيرانية. الرد هذا ما يشهدوه اليوم في هذا التدريب. سنعود ونناقش معك المحور بتوسع أكثر. أنتقل إليك دكتور رنسير، يعني بومبيو احتفى بالتحالف الإسرائيلي الإماراتي الموجه ضد إيران، وهي الأخيرة تهدد الإمارات وكل من يستهدف أمنها. لماذا تسعى إدارة ترامب إذن إلى تعقيد الأمور بدل عن تهدئتها؟ وهل مواجهة إيران هو الهدف الحصري لهذه الاتفاقية لربما؟ تحية لك وللضيوف وللمشاهدين. في الحقيقة الولايات المتحدة هدفها واضح فيما يتعلق بإيران. العقوبات في الحقيقة يعني تدمر هذا النظام. هذا النظام منذ سنوات لا يستطيع تمويل الإرهاب. وبالنسبة لدولة الإمارات هي يعني تقطع علاقتها تدريجيا، خاصة فيما يتعلق ب البنوك التي كانت تتعامل مع إيران، فهذا يزعج النظام في إيران لأنه كان متنفس يعني قبل العقوبات. دكتور نصير، هنالك تساؤل بما ذكرته الآن بأن الإمارات تقطع علاقاتها مع إيران مع البنوك الإيرانية، هل هذا عمليا هو التشجيع أو لربما تشجعت الإمارات على فعل ذلك بوجود البديل الإسرائيلي لربما؟ يعني حتى بدون دولة الإمارات، دولة يعني لها يعني معروفة بأنها ماليا يعني دولة متقدمة ماليا وبنكيا، فهي لا تحتاج في الحقيقة إسرائيل. ولكن الوجود الإسرائيلي ونمو التجارة بين الإمارات وإسرائيل
ولن يكون فقط تجارة، يعني سيكون هناك تواجد استراتيجي لإسرائيل في الإمارات، وهذا هو سبب تهديد إيران، لأنهم يخشون بأنه ستكون الإمارات قاعدة تكنولوجية لتهديد إيران. وأنا لا أستبعد ذلك، يعني لأن هناك تحالف معروف بين دولة الإمارات ودول الخليج والولايات المتحدة. نعم. لا عجب يعني أن إيران تشعر نعم. بأنها مستهدفة. دكتور محمد، أيضا يعني هل حشر إيران بالزاوية هي خطوة ذكية؟ ترامب قد أعلن أنه لن يدافع عن أمن دول الخليج في وقت سابق، ألا تخشون في الخليج بأن تترك هذه الدول وحدها في مواجهة إيران؟ أم قد تكون إسرائيل يعني المخلص في هكذا سيناريو؟ لا، هو دحين لو تتكلم أنت يعني بالمسرح العمليات أو البعد العسكري، هناك الأسطول البحري الخامس الأمريكي متواجد في منطقة الخليج، وأهم أهدافه حفظ أمن واستقرار وتدفق الطاقة إلى العالم. منطقتنا مهمة وحيوية، فيها احتياطات ما يقارب 40% من احتياط النفط العالمي، فمنطقة حساسة مؤثرة اقتصاديا. نعم كما تفضل ضيفك من واشنطن سيد العمري، وحيي على فكرة وحيي الضيف الكريم في الاستوديو، أنه سياسة الآن الضغوط القصوى وبكثافة بدأها الرئيس ترامب عام 2018 عبر عدة حزم، الحزمة الأولى، الحزمة الثانية، الثالثة ومتوالية، على الأفراد، الكيانات، الاقتصاد الإيراني، البنوك المركزية. اسمح لي دكتور محمد، اسمح لي لو سمحت، أيضا يعني الرئيس الأمريكي يقوم بعمليا الآن بتخفيض القوات في العراق في الدول المجاورة لإيران، أيضا كانت هناك تقارير تشير إلى أنه سيخفض القوات أيضا من السعودية، قال في تصريحات كثيرة بأن القوات الأمريكية ليست هي الشرطي في منطقة الخليج، وبقاؤها يعني ربما على هذه الدول أن تدفع. إذن هناك أيضا ما يصفه البعض بالابتزاز الأمريكي. هو لو تكلمنا بالمفهوم الفني والتقني يعني في الحروب، الآن احنا الحروب الفايف جي لا نحتاج أي قوة بشرية، الحروب الإلكترونية تستطيع أمريكا أن تضرب في أي مكان من العالم من قواعدها في كاليفورنيا. فعملية الخلق التوازنات المفاهمات هذه سياسة يعني دابت عليها المنطقة منذ يعني 2003. فنحن نأخذ يعني في اعتباراتنا أهم شيء حفظ أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية في العالم، وهناك طبعا مفاهمات صعود هبوط مد جزر في السياسة، فالسياسة هي فن الممكن مثل ما قالوا، ولكن يعني الموقف يعني نعم دكتور محمد يعني نعم هنالك تقطع يعني فقط تريد أن توصل رسائل إعلامية فقط في هذه المرحلة بالذات. نعم وصلت الفكرة دكتور محمد. دكتور حسن، يعني نرى أو نسمع هنا إلى وجهة نظر تقول بأن يعني إيران تشعر بهذا التهديد مع الوجود الإسرائيلي القريب منها، لماذا لم تشعر بهذا عندما يعني طالما تواجدت أيضا الولايات المتحدة بالقرب منها؟ هذا يعني أشتقه مما استمعنا إليه. وبالشق الآخر يعني هنالك من يرى بأن عزلة إيران قد باتت واضحة، يعني دول كثيرة تقف لها بالمرصاد كما يقول البعض، هل هذا سيزداد بعد اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية؟ أنا لا أعتقد أنه الأمريكي متواجد في دول الخليج سنوات عديدة، وتهديداته وتواجد سفنه وتتواجد طائراته وتطارات التجسس، ولم تستطيع النيل أو أضعاف إيران. حتى العقوبات التي موجودة اليوم إيران قد اخترقتها ووصلت حتى بناقلات النفط تبعتها إلى فنزويلا. فكل ما يدور بهذا الفلك هو نوع من التخبط في الجانب الأمريكي ودول الخليج بأنها هي لا تستطيع أن تنال من السيادة الإيرانية. اليوم الإيران في هذه الأسلحة المتطورة وكلها جميع هذه الأسلحة هي صناعة ذاتية واكتفاء ذاتي إيراني. إيران ليست بحاجة إلى أمريكا ولم تستطيع. أنا أسمع هنا مداخلات أيضا للدكتور محمد، صحيح؟ سنعود ونستمع إلى رأيك لحق الرد بما يتعلق بتشبيه مع فنزويلا. نعم. يعني عندما تقول أنه التواجد الأمريكي هو التواجد الإسرائيلي، بالتالي هناك تبادل معلومات
معلوماتي بين إسرائيل وأمريكا، ولربما هناك مشاركة، وإسرائيل متواجدة منذ 15 عام في الإمارات، وهذا ليس في جديد. وحتى إغلاق البنوك اليوم، إيران هي تريد أن تغلق حساباتها في هذه البنوك لكي لا يسيطر عليها أي يد خارجي. وماذا عن العزلة الإيرانية؟ نعم، ماذا عن العزلة الإيرانية التي ترى اليوم بأنها أنا لا أرى إيران في عزلة، وفي معها الصين ومعها روسيا ومعها قطب الثاني متواجد مع إيران، وإيران هي حليف قوي لهذا التحالف الدولي، الصين والروس، وحتى لها علاقات أيضا مع دول أوروبية، ولها علاقات مع دول في جنوب أمريكا. و إيران تتطور وتستمر، ويقولون يعني منذ سنوات ينادون إيران ضعفت وإيران لا تستطيع ولا تستطيع أن تمول. نرى الحوثي مستمر، ونرى التعاظم في لبنان مستمر، والكل يتحدث بذلك. أعتقد أنه يعني من يراهن على هذا، ولكن ما أرادت إيران اليوم هذا ليس هي رسالة واضحة. من يحاول المس في السيادة الإيرانية سواء في المياه الإقليمية أو في الأجواء الإيرانية، هذا الرد جاهز. قبل أن أتوجه إلى واشنطن ودكتور نصير، يعني دكتور محمد، تعقيبك على ما قاله دكتور حسن سريعا لو سمحت. لا، احنا نتكلم بواقعية الآن. الانكماش في إيران وصل إلى 20%، التضخم وصل إلى 40%، 82 مليون ساكن في إيران، 16 مليون مهاجر في أدنى درجات الانحدار الاقتصادي. هذا نعم. إذن لا أحد يعني حقيقة. أما من ناحية البعد العسكري بس في 20 ثانية إذا سمحت. تفضل. 88 حينما ضربت الفرقاطة سموائر روبرتس في 88 في مياه الخليج حرب الناقلات، بعدها بشويعات قام الأسطول الأمريكي بنصف نصف الأسطول البحري الإيراني بقواعده اللوجستية، وهذه رسالة يعيها الرئيس ترامب ويعيها النظام الإيراني. نعم، وقبل قليل هو تحدث أنه يعني اليوم الحرب هي حرب الجيل الخامس، يعني ما كان في 88 تغير. اليوم ضربت طائرة تجسس أمريكية قوية جدا عندما تم خطف طائرة سفينة إيرانية نفطية من قبل بريطانيا. إيران استطاعت إنه خلال 24 ساعة تحتجز سفينة بريطانية، ولم يستطع لا الأمريكي ولا أي حد ثاني أن يقوم في أي عملية. دكتور محمد اسمحان، أو لو تسمحان لنا أن نتحول إلى واشنطن. نعم دكتور نصير، يعني نتحدث عن الضغط الأمريكي، هل هو موجه أيضا لإضعاف النظام الإيراني أم من أجل جره إلى طاولة المفاوضات لتناول ربما ملف إيران النووي والباليستي وكذلك سياسات إيران في الشرق الأوسط؟ في زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى إسرائيل قال يتمنى اليوم الذي توقع فيه إيران اتفاقية سلام مع إسرائيل على غرار الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية. يعني هو كل هذه الأهداف، أولا الحصار هدفه الرئيسي هو منع هذا النظام من أن يحصل على عشرات المليارات لتمويل الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وإذا قاد ذلك إلى أن يكون هناك تصاعد في الضغط الشعبي على النظام في إيران وزعزعته، فهذا أيضا هدف أمريكي، وإقامة نظام يمثل الشعب الإيراني. أظن بأنه هذا أيضا هدف يعني ليس فقط لأمريكا بل لأوروبا. فيما يتعلق بقضية أن الصين، أريد أن أرد على قضية أن الصين يعني تدعم النظام في إيران. يعني الصين تشارك اليوم تقول بأنه لا نريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وهي تلتزم بالعقوبات الأمريكية. فإذا كانت الصين هي يعني دولة بحجم الصين هي تشارك في حصار إيران، وكذلك روسيا تقول لا نريد لهذا النظام أن يحصل على، فكيف يعني تكون إيران غير معزولة؟ يعني إيران، لكن نتحدث يعني دكتور نصير، بعد أسابيع ستشارك إيران في مناورات أيضا مشتركة مع روسيا والصين ودول أخرى. يعني هذه المناورات والعلاقة بين الصين وروسيا، هذه جزء من لعبة بين الولايات المتحدة والصين، كما تضغط أمريكا بملف تايوان على الصين. ولكن اسمح لي دكتور نصير يعني بمقاطعتك هنا، عمليا قبل أسبوع، قرابة الأسبوع، وزير الخارجية السويسري كان موجود أيضا في طهران، ما يقول بأن سويسرا لطالما أيضا توسطت بين واشنطن وبين طهران في الملف النووي، ما يقال عنه بأن تسوية لربما قريبة
أو لربما أقرب مما كانت عليه؟ يعني الولايات المتحدة لا تقول بأنها تريد أن تشن حرب على إيران، هي تقول بأنها من خلال الضغوط الاقتصادية تريد لهذا النظام أن يتوقف عن دعم الإرهاب أولا، ثانيا أن يوقع اتفاقية تضمن لجيران إيران عدم يعني عدم التهديد من هذا النظام. فالأوروبيون يلعبون الشرطي الطيب يعني، بينما تلعب أمريكا الشرطي الخشن. فهم يقولون لإيران يعني تعالوا إلى طاولة المفاوضات، ولكن لا يوجد خلاف بين أوروبا وأمريكا بأن هذا النظام هو نظام إرهابي ويجب أن لا يمتلك سلاحا نوويا ويجب أن لا يكون موجودا في العالم العربي لتهديد حلفاء أمريكا، هذا مجمع عليه. والصين حتى الصين لا تقبل بتهديد دول الخليج ولا تقبل بأن يكون مضيق هرمز هو منطقة تصعيد عسكري، لأن الصين تعتمد على مضيق هرمز من أجل إيصال النفط الذي تحتاجه. نعم، خمس كميات النفط العالمية تمر من خلال هذا المضيق عمليا. يعني دكتور محمد، أيضا أنور قرقاش يدعو إيران لحل سلمي وسط كل هذا التصعيد، هنا يتحدث كان يتحدث عن هذا الحل فيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث، يعني والشائك الموضوع هذا الشائك مع إيران، كيف تقبل إيران بحل سلمي وأنباء تتحدث عن إقامة إسرائيل لقواعد في الخليج تستهدف الأمن الإيراني؟ أيضا يعني يثار هذا السؤال. لم يثبت حتى الآن أنه وجود قواعد إسرائيلية في منطقة الخليج، أنه كلها أخبار إعلامية متداولة، ولا أعتقد أنه منطقة الخليج بحلقة لك الأسطول البحر الخامس السنتكم كلها متواجدة بعدها وعتيدها وقوامها وقواتها وحاملات طائراتها موجودة يعني أوريدي بالتعاون مع غرف عمليات منطقة الخليج، فهم لا يحتاجون حقيقة إلى أنه استقطاب إسرائيل في هذه المنطقة. أما بالنسبة لما تفضل بموضوع الجزء، هو موضوع شائك طويل لا يمكن أن يحل إلا عبر القنوات الدبلوماسية، فننتظر إحنا. أما بالنسبة في نقطة يعني مهمة تفضل. إنه بعد إسقاط الطائرة الجلوبال هوك الأمريكية مثل ما تفضل ضيفك الكريم، لم ترد أمريكا، لأنه كان في اجتماع مجلس الأمن القومي، جميع مستشارين الرئيس دونالد ترامب أوصوا بضربة بري امتيف سترايك لمواقع محددة رفضها الرئيس الأمريكي، ارتأى نجاعة الأقصى العقوبات اللي تكلمنا عنها اللي بدأت في 2018 وما زالت مستمرة إلى حد ما نرى انتخابات 2020، نرى ما المشهد، ماذا نترقب من هذا المشهد. أما بالنسبة لإيران فهي منذ 40 سنة يعني من عام 1979 وهي مستمرة في مناوراتها في المحيط الهندي، خليج عدن، بحر العرب، في الممرات الملاحية، قامت بعدة عمليات، فلا يعني أنه قيامها بعدة عمليات أنها لا تتلقى الرد، هي تعي. أما بالنسبة للحرائق، شهدنا حرائق عدة، 14 حريق وين في جيران، فلنعتذر عن هذا التقطع المتكرر. ابقى معنا دكتور محمد. دكتور حسن، استمعنا إلى ما قاله دكتور محمد يعني بما يتعلق بملف إسقاط طائرة جلوبال هوك، كيف ترد على هذا؟ وأنتقل أيضا لما قاله بأن إيران تعي عمليا لمساحة لربما ردها وتلقي الرد، ولكن ما يختلف لربما عن هذه المناورات أن هنالك مناورات مزمعة يعني في الوقت القريب من هذا الشهر بينها بين روسيا الصين ودول أخرى بمنطقة القفقاز. بداية أريد الرد على ضيفك من واشنطن عندما يتحدث على الصين وعلى روسيا، فقط قبل شهر كان عرض منذ عام 2016 إلى إيران بأنه استثمار صيني بإيران بمليارات الدولارات، ومن يعني أوقف هذا الاستثمار هي إيران، واليوم هي تتحدث هي وإيران على الصين وإيران على بدء هذا الاستثمار من جديد وعودة عجلة الاقتصاد والاستثمارات الصينية داخل إيران. وأيضا روسيا هي حليف إلى إيران، وأعتقد أنه حتى يعني كسر كل العقوبات الأمريكية تتم من خلال حلفاء إيران مثل روسيا والصين ودول أخرى في المنطقة وكوريا وغيرها.
فيعني هذا الحديث، ولكن أعتقد هو يتحدث بالعاطفة أكثر ما هو يتحدث بالواقع وما يجري على أرض الواقع، ويتحدث عن الملايين ويتحدثون عن الشعب الإيراني، ولكن الشعب الإيراني بخير. وفي ظل كل هذه العقوبات الأمريكية الجائرة في حق الشعب الإيراني، وخاصة في ظل فيروس الكورونا، يعني صنعت الطائرات الحربية، صنعت الصواريخ الدقيقة، صنعت الغواصات، احتجاجات في إيران أيضا، خرجت احتجاجات. نعم، هناك يعني حوالي 150 محتج كانوا من كم عميل أمريكي تم القبض عليهم، دفعوا أموال لينزلون إلى الشوارع كما يفعلوا بلبنان وبغيرها. ثانيا يعني أريد أن أقول يعني بالنسبة للطائرة، الأمريكي لو استطاع أن يستهدف أي هدف داخل إيران هو كان يعرف ماذا سيحصل في المنطقة ككل. وأكبر برهان لذلك عندما تعدت وقصف عين الأسد، هو أكبر دليل على ذلك. يعني كان هناك جرأة كبيرة لإيران لاستهداف مواقع الشرق الأوسط. شكرا لك أيضا دكتور محمد بن صالح الحربي، متخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، كنت معنا من الرياض. شكرا لك دكتور نصير العمري محلل سياسي، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا الكرام، دقائق قصيرة ونعود لمناقشة الملف الثاني من هذا المساء، ابقوا معنا.